في هذه اللحظة تمت انطلاقة الشوط الثامن والعشرون في المجموع اللي في أول مراكز في هذه اللحظات. هذا الواعد السيد سيف بن محمد بن داير النعيمي في أول مراكز في هذه اللحظات، أما في ثاني المراكز اللي واصل هذا هو رقم 20 اللي في ثالث المراكز هذا هو شاهين لسيد سعد بن نهار النعيمي في ثالث المراكز، رابع المراكز شعار بن محميد هذا هو في الرسيد علي بن محمد المحميد في رابع المراكز من حسب الشعار، ولكن اللي في أول المراكز في هذه اللحظات هذا هو علي سيف بن محمد بن دايل النعيمي وإنتاج مطاقة يا بن دايل، هذا هو الإنتاج المعروف والمشهور إنتاج مطاقة، المنطقة المشهورة بالسبق وبالإنتاج إنتاج ال 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 الأصايل، هذا هو إنتاج مطاقة للسيد سيف بن محمد بن دايل النعيمي في أول المراكز، أما في ثاني المراكز أعتقد أن هذا هو للسيد الراشد بن عبد الله الغالي اللي في ثاني المراكز على حسب، أما اللي في ثالث المراكز اللي هو شاهين لسيد سعد بن نهار النعيمي، ولكن راح إنتاج مطاقي بالناموس وبالمركز الأول نقول تهانينا والناموس لسيد سيف بن محمد بن دايل النعيمي، ونهني السيد عبد الله بن دايل على هذا الفوز، عبد الله بن دايل النعيمي على هذا الفوز والأداء المستحق في ثاني المراكز. أعتقد أن السيد راشد بن عبد الله الغالي في ثاني المراكز ثالث المراكز لشاهين لسيد سعد بن نهار النعيمي، نقول تهانينا والناموس. التوقيت للزمن لهذا الشوط دقيقة 48 ثانية و49 جزء من الثانية، قلت تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين. تاسع